إخوان الله يجازيكم بخير، حنا باقي في حجر صحي، الله يجازيكم بخير كلكم. ولاد الساكنه ملتزمين بهذا الحجر الصحي، والحمد لله حنا باقين في الحجر الصحي، وكنوعيو الناس بهذه المساله باش يلتزموا في البيت ديالهم وما يخرجوش الا لضروره قصوى. حنا ساكنه الزنقه 115 مازالين ملتزمين بالحجر الصحي، ومازال عندنا تخوف، وهذا من الصريح ديال الساكنه ساكنه السباته، لاننا ملتزمين بالحجر الصحي وخصنا نديرو جميع السبل والطرق باش ينجح لنا هذا الحجر الصحي. ومن الوسائل اللي غتنجحنا في الحجر الصحي نتازمو نصحو وليداتنا ونشدو ديورنا، وكنوصي اي واحد يجلس في دارو، وهادشي مصالحنا مصالح المواطن مصالح بلادنا. وعاش الملك، الله يخلينا جلاله الملك محمد السادس. وكنشكر السلطات المحليه جميع المغرب من طنجه للقويره، كنشكرهم جزيل الشكر، من الاطباء واعوان السلطات والقياد وضباط الصف وجميع الناس اللي خدامين معنا وكيسهروا من اجل المواطن ومخلين وليداتهم وساهرين علينا وكيأديوا الواجب ديالهم عن جدارة واستحقاق. كنشكركم، حتى انتوما كان عندكم دور كبير، كتوصلوا المعلومات الحمد لله ماشي المزيفه، وانما داكشي اللي كنبغيو تحني الحق لينا اللي حنا ما كنقدروش نوصلوا ليه لحقتوه لينا. وكنشكروا سيدنا بعدا نصره الله، عطى الدعم للناس، ضحى باقتصاد المغرب وماشي ساهله، راه الدول العظمى وما ضحاوش بحال سيدنا، ضحى ويعني خاف علينا، وسعادة لقيتها هوايا ورجال الامن والمقدمين تبارك الله تا هما والاطباء، والحمد لله نطلبوا من الله يهز هذا البلاء ونعيش عاوتاني حياه، هي الحياه كتستمر ان شاء الله، غادي يكون الجاي الاحسن، يكون الجاي احسن. والله سيدي ما اثر فينا، ما اثر فينا والو، علاش غياثر فينا؟ الوقت كتمشي تبقى غير العمر، الوقت كيمشي والوقت كيجي والوقت كيمشي والوقت كيجي، والحمد لله والشكر لله. حد كل شيء تبارك الله باقي صحيح، باقي تا ما ضاع علينا حتى حد، ما كيشرفنا وكيجي في رمضان كله دوزوا معنا مسكين. وتا هو كنشكروه بزاف صراحة، كنشكروه بزاف، ورجال الأمن كلشي كنشكروهم، كلشي زعما في الحقيقة المغرب كان من 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 مورانا، يعني حنا في ديورنا ولكن الناس كيخدمونا، حنا في ديورنا ولكن الناس كيخدمونا، جاب معاونات للناس، جابت والحمد لله دازت شي مزيان، الناس راه باقين، الناس كيغيروا منا. راه شوف الحمد لله غاروا منا الدول العظمى وغاروا منا ياك ولا لا؟ مريكان غارت منا لا ياك ولا لا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ حنا الحمد لله هادشي ما اثرش فينا، الحمد لله المرض كاين وكل شيء كاين، ولكن ان شاء الله حنا ما كانش عندنا النسبه ديال الخساره بحال الدول العظمى. وهادشي كنطلبوا من الله يهز هاد البلاء ونعيش عاوتاني حياه عاوتاني كتستمر ونعيش عاوتاني. الحمد لله وليداتنا كلشي ملتزمين، كلشي من كبيرهم من صغيرهم كلشي كيلتزم. سباته انا كنحكم على الحي ديالنا السيكتور ديالنا، ولكن سباته كلها تبارك الله ما فيها ما كاينش فيها شي ضايع ولا كاين فيها شي حاجه. سيدي كنشكر سيدنا، كنشكر المجتمع المغربي، الله ينجينا الله يهز علينا هاد الوباء، وكنشكر السلطه عامه، كنشكر الدرك الملكي، كنشكر الامن ديالنا، وكنشكر جيراننا، وكنشكر السكان ديال السباته جميعا، شكرا لهم التزموا بحجر الصحي، شكرا جميعا. كنشكروا سعاده القيد والاعوان السلطه ورجال الامن الحمد لله على هذه الالتفاته ديالهم اللي كيلتفتوا لهذا الحي والساكنه كلها، والحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله الله يرفع علينا البلاء والوباء، ونطلبوا من ربي يدوز هذه المرحله بخير وعلى خير.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.